الإنسان في كل لحظة يحتاج إلى الهداية. هذه النفس الإنسانية جدا معقدة، يعني علماء النفس ما تمكنوا أن يكتنهوا أبعاد النفس الإنسانية. إحنا اللي أقرب الناس إلى أنفسنا وأقرب الناس إلى نفوسنا، إحنا حقيقة ما نعرف طبيعة أنفسنا في المواقف، في الأزمات، في التحولات. الإنسان يكتشف جوانب من الالتواء الموجود في داخل نفسه. الإنسان يحتاج إلى الهداية. هذا الالتواء الموجود في داخل النفس، هذه الصفات السيئة اللي الإنسان لا يعرفها وفي التحولات يكتشفها، في المنعطفات يكتشفها، هذه النفس تحتاج إلى هداية دائمة. الملاحظة التي ينبغي أن نلتفت إليها أن الهداية ليست قراراً وليست فرضاً. أنا أقرر أن أكون من المهتدين، أن أكون من الصالحين. لا، الهداية ليست قراراً فقط، الهداية ليست فرضاً. أنا عندي ابن، أفرض عليه أن يكون مهتدياً، أن يكون صالحاً. هذه القضايا لا تحل بالكلام فقط وبالفرض فقط، وإنما مضافاً إلى القرار. الهداية تحتاج إلى أجواء. حتى المهتدين الأجواء تؤثر في هدايتهم وتؤثر في استقامتهم. أنتوا اذهبوا إلى بلد ما في مساجد، ما في حسينيات، ما في مجالس، ما في مجالس الدعاء، الإنسان كيف يحفظ إيمانه وهدايته في هذا البلد؟ جدا مشكل.